ازاي اتعامل بشكل سريع وفوري واعمل اسعافات اوليه مع الاصابات والجروح نتيجه ذبح الاضاحي. هنعرف اكتر تفاصيل مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور محمد عبد العزيز، المدرب الدولي المعتمد في الاسعافات الاوليه. وكل سنه وحضرتك طيب يا دكتور، منورنا. ده نور حضرتك في البدايه، كل سنه والامه العربيه والاسلاميه بخير بمناسبه عيد الاضحى. فيما يخص جزئيه الاصابات اللي ممكن تحصل نتيجه مثلا ذبح الاضحيه، فاحنا عندنا انواع الجروح المفتوحه الشهيره هم اربع انواع. في نوع الاولاني ده مش خطير خالص، مش محتاج ان الشخص يروح بالمستشفى، ولكن في ثلاث انواع تانيين هم اللي خطرين ومحتاجين ان احنا نعمل حاجات الاول قبل ما نروح المستشفى. نبدا ناخدهم واحده واحده من الاقل خطوره للاكثر خطوره. اول حاجه عندنا مثلا الخدشات او السحاجات، ده بكل بساطه ان الشخص مثلا في حاجه حكت فيه فبدا ينزف نتيجه تمزق بعض الشعيرات الدمويه الصغيره. ده بكل بساطه هنغسل مكان الجرح بميه وصابون او هنبدا نطهرها بتدين وهنلفها بشاش، وهي مش محتاجه ان احنا نروح خالص لدكتور او ان احنا نروح الاسعافات. والدم بيقف على طول هو كده كده اصلا الجرح طالما مش عميق وسطحي فمش محتاجين اي تدخل طبي. تاني حاجه بقى الخطيره والشائعه خاصه في فتره الاضحيه، ان مثلا حد بالسكينه او اي اداه حاده قطع جزء من اجزاء الجلد بالطبقات بتاعته وبدا يحصل نزيف شديد. هفترض مثلا ان انا اللي موجود، انا لازم قبل ما افكر ان انا اسعف الشخص اللي اتصاب افكر في نفسي انا الاول، ما انا ممكن اكون الشخص الوحيد، فلازم قبل ما اعمل اي اجراء اكون مامن نفسي كويس. ما ينفعش ان انا اروح المس دم بايدي على طول دايركت، باي بشكل بسيط جدا نلبس اي جلافزات، في جلافزات البلاستيك موجوده في اي بيت مصري او حتى اي كيس، المهم ان انا ما اعملش ايه المس الدم بشكل اساسي. بعد كده هجيب اي شاش او قماش نظيف وهبدا اضغط مكان الجرح بشكل كويس، واثناء الضغط على مكان الجرح ممكن اطلب من الشخص ان هو يرفع ايده مثلا لو هي فيها جرح فوق مستوى القلب، لان ده هيقلل من تدفق الدم من القلب للجزء المصاب فيبدا يهدي من النزيف. فكره ان انا احط بن، احط كريم، احط الحاجات دي كلها حاجات خاطئه وهتبدا تلوث مكان الجرح، وانا مش عايز الجرح يبقى ملوث لما اطلع بيه على الاسعافات الاوليه. في برضو حاجه ثانيه شهيره خاطئه، ان انا مثلا لو حطيت شاش او قماشه واتملت دم، فكره ان انا اشيلها واروح اجيب قماشه ثانيه احطها ده شيء خاطئ. ليه؟ لان بكل بساطه الجسم في الفتره اللي فاتت بدا يعمل شويه عوامل تجلط ويكون حاجات توقف النزيف ده، فلما انا اجي اشيل القماشه الاولى بالتالي هكون كسرت كل اللي الجسم بناه والجسم هيبدا يشتغل من اول وجديد فهياخد فتره اطول. وبالتالي انا لو حاطط قماشه اتملت دم الحاجه الاصح لحد ما اروح المستشفى الموضوع يستدعي ان انا اروح مستشفى، افضل القماشه دي موجوده على الجرح لحد ما اروح ابتدي بقى اشوف بالظبط عشان ما ينزفش طبعا اثناء الفتره من مكان الحادث للطوارئ. احط القماشه اتملت دم بحط قماشه ثانيه وببدا الفه بشاش، والشخص ممكن يرفع ايده او لو هو مثلا رجله بيرفع رجله بحيث ان هو يقلل من تدفق الدم ويروح المستشفى وبيتعاملوا معاه وبيبداوا يخيطوا الجرح. في نوع ثالث عندنا مثلا الجروح الوخزيه، بمعنى ايه؟ ان مثلا في اداه حاده دخلت وغرزت جوه الجسم. اللي فاتت الجروح القطعيه هي حاجه اتقطعت بس خلاص، يعني مثلا السكينه في ايدي اهو والجرح هنا، لا النوع الثالث السكينه جوه من الاداه جوه بالظبط، في حاجه غرزه جوه الانسجه بتاعت الجسم. طبعا غلط جدا 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 ان انا اسحب الاداه دي بنفسي وانا في الشارع او انا في مكان الحادث، ده شيء خاطئ. ليه؟ لان ممكن الاداه يكون شكلها اتغير بعد ما دخلت جوه التانت ولا حاجه، فانا ممكن وانا بشيل اقطع اورده، اقطع شرايين، اقطع اعصاب، فالموضوع بس تبقى مؤلمه قوي اعتقد انها تفضل يعني. لا الافضل والاصح كاسعافات اوليه هجيب شاش وهلفه حوالين الاداه الحاده وهلفه بعد كده بحيث ان انا اثبت الاداه الحاده. في حالات كتيره جدا لما بتجي لنا في الطوارئ طالما الاداه الحاده ما اتحركتش من مكانها من ساعه دخولها ممكن نسحبها احنا بطريقه معينه نمنع حدوث اي مضاعفات والشخص بيرجع بشكل طبيعي. في حالات انا شفتها كانت الاداه الحاده في الرقبه في الدماغ وكل ده اتشال بشكل طبيعي ومفيش اي حاجه حصلت، بس المهم ان الشخص ما يحركش الاداه الحاده او يحاول ان هو يشيلها لان ده يسبب نزيف مبالغ فيه. اخر نوع معانا من الجروح مثلا الجروح اللي ممكن حاجه فيها تتنزع او تتقطع. فرضا الشخص بالغلط وهو بيقطع عقله مثلا اتقطعت لا قدر الله، صباع اتقطع لا قدر الله، لازم اهتم الاول بالشخص لان احنا مثلا كبشر عندنا في معدل 5 لتر دم في جسمنا وبيكون عندنا مثلا حوالي نص لتر دم احتياط في البنكرياس، ولو حصل نزيف اكتر من 2 لتر دم خرج من الجسم ده ممكن يسبب صدمه والشخص يخش في غيبوبه. فلازم اهتم الاول ان انا اوقف النزيف، بعد كده ابدا اشوف فكره الجزء اللي اتقطع او حصل له مثلا نزع من الاداه الحاده. فالبدايه دايما ان انا هوقف النزيف بنفس الحاجات اللي قلناها، البس حاجه في ايدي، اضغط على مكان الجرح،
الف مكان الجرح بشكل كويس. طب انا مثلا الصباع اللي اتقطع او كف الايد اللي اتقطع الى اخره، لو عايز احافظ على حيويته بحيث ان انا لما اروح الطوارئ او لدكاتره التجميل يقدروا ان هم يخيطوه تاني. رقم واحد، هضطر ان انا اجيب حاجات من الصيدليه، مش هينفع للاسف بقى حاجات البيت، هجيب شاش عادي خالص ومحلول ملح. بكل بساطه الشاش ده هبدا انقط عليه شويه محلول ملح وهلف فيه مثلا الصباع المقطوع. بعد كده هجيب كيس بلاستيك فاضي عادي واحط جواه الصباع وهو ملفوف بالشاش ده وهقفل الكيس. هجيب كيس تاني كبير واحط فيه شويه تلج واحط جواه الكيس الصغير. يبقى انا دلوقتي رايح الطوارئ لافف مكان الجرح وموقف النزيف باكتر طريقه ممكنه انا قدرت اعملها، بالاضافه الى ان الصباع ملفوف بشاش متنقط شويه محلول ملح وموجود جوه كيس، والكيس ده موجود جوه كيس اكبر جوه تلج. ساعتها الدكاتره هناك هيقيموا حاله العضو المبتور وهيبداوا يقيموا حاله المريض، ولو فعلا في قدره ان احنا نعيد تاني خياطه الجزء المقطوع في المكان بتاعه والشخص يقدر يحرك صباعه مثلا او ايده اللي اتقطعت هنبدا نعمل كده بالفعل. ولكن دي الحاجات الصح عشان نحافظ على حيويه العضو وننقذ الشخص لحد ما يوصل للاسعافات. يعني كلها حالات صعبه جدا يا دكتور الحقيقه، بس ربنا يسلم الجميع.